طبت أوقاتكم بالصور الحية. كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق ألف باء تمرد الموقوفين الإسلاميين في المبنى دال بسجن رومي قبل أيام بعدتهم وعديدهم، والتي أدت إلى احتجاز عدد من العناصر الأمنية وجرح عدد من المتمردين، موضحا أن 9% من السجناء مصابون بكدمات بسيطة نتيجة العملية الأمنية، فيما هناك 21 إصابة بحاجة إلى متابعة من أصل 111 إصابة. وأعلن المشنوق في مؤتمر صحفي أن الدولة اللبنانية ستؤهل السجون بعد موافقة وزير المال على دفع 55 مليون دولار من الخزينة خلال عامي 2015 و2016. وشدد وزير الداخلية على عدم السماح بتكرار أي تمرد مهما كلف الأمر، مؤكدا بأن التحقيقات شفافة بشأن ما حصل. ولفت المشنوق إلى أن تأهيل المبنى باء في سجن رومي سينتهي بعد نحو 5 أيام، وهناك إجراءات ستتخذ لإعادة النظر في طريقة إدارة سجن رومي، والأولوية لإعادة الأمن وحماية العسكريين. حياتيا، كشف وزير الصحة وائل أبو فعور في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية الياس بوصعب أن 49% من عينات مياه الشرب التي خضعت للتحاليل الجرثومية جاءت غير مطابقة للمعايير الصحية في دراسة شملت 190 مدرسة رسمية وخاصة منتشرة في كل الأقضية اللبنانية. إذا 49% من العينات التي خضعت للتحاليل الجرثومية، لأنه في نوعين من التحاليل، جاءت غير مطابقة. 26% من كل هذه العينات خضعت للتحاليل الفيزيائية الكيميائية، يعني 55 عينة. 24% بس من 26% ثبت أنه غير التحاليل الفيزيائية والكيميائية غير مطابقة للمتطلبات التقنية المذكورة. ثبت وجود نسب مرتفعة من البكتيريا المضرة بالصحة العامة والمسببة لأمراض خطيرة، منها الكولونيات الإجمالية، البكتيريا شو اسمها هي، سيدوموناس، ما كنت أحفظها، المكورات العقدية البرازية والكولونيات البرازية، يعني مجددا لنفس قصة البراز البشري اللي عبيث كمان بيّن انه عم ينوجد ببعض المياه بالمدارس. 190 مدرسة اكيد عينة ممثلة لوضع المدارس اللبنانية، ولكن غير كيف غير هيك نحن اكيد في مدارس اخرى تقتضي العلاج. طلع عنا جدول نحن بنتيجة الكشف المدارس كلها سوا، مين من المدارس مطابق ومين من المدارس غير مطابق، مين من هذه المدارس المياه فيها عندها مشكلة ومين من المدارس ما فيها مشكلة. طبعا هذا التقرير الأولي رح سلمه لمعالي وزير التربية، ورح ساند معالي وزير التربية بالطلب من مجلس الوزراء تأمين الأموال اللازمة لمعالجة هذه الأمور. حد الأدنى نبلش بالخزانات النظيفة غير الصادقة، نبلش بالفلاتر، نبلش بوضع المعقمات بخزانات المياه بانتظار استكمال المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من الكشف. برجع بقول هذا أمر ما في شيء بيدعي للهلع، ولكن هناك ما يستدعي العلاج، هناك ما يستدعي العلاج. الشغل مشكور والجهد اللي عم ينعمل مع اليونيسف جهد جدي، ولكن الدولة مثل ما قال معالي الوزير عندها مسؤولية، والأساتذة والمدراء اللي بيبعتوا لنا جواب أنه مش بقدرتهم يعملوا هالتحاليل، مظبوط، شو بجاوبهم أنا؟ بدهم مصاري ليعملوا نفضة بالمدرسة اللي هن فيها، موازنة مش موجودة. نحن معولين على كل الوزراء، وخاصة من بعد ما صار في تعاون مع وزارة الصحة اللي هن نيابة عن مدراء المدارس عملوا هالتحاليل، وتبين أنه لا فعلا بدنا نوقف إلى جانب كل المدارس، لبل مسؤولية علينا نأمن لكل المدارس مي نظيفة وأمور أخرى بالمدرسة، بس خلينا نبتدي بالأمور الصحية. وتطرق وزير التربية الياس بوصعب لملف الامتحانات الرسمية، مؤكدا أن تجربة العام الماضي لن تتكرر. طلع اليوم حكي عن هيئة التنسيق، وأنا بدي أتشكر هيئة التنسيق لأنه أعطت الموقف الواضح والصريح، لا تسكير في امتحانات رسمية، والطلاب لازم يكونوا محضرين حالهم وجاهزين على هالأساس. أنا اللي حكيته مبارح يمكن استوجب الرد من أحدهم، أنا ما عم بحكي عن هيئة التنسيق، أنا عم بحكي عن شخص كان عم بيغرد خارج السرب، وعم قل له لهذا الشخص ما بقى في مجال أنه نعمل ضغط نفسي على الطلاب
مثل ما كنتوا عم تعملوا سنة الماضي. يفترض أنه تعلمنا من غلطة سنة الماضي. وأنا عم بحكي بيقولوا لي ليش عم تحكي بعد بكير على الامتحانات؟ عم بحكي لأنه طلاب بدو يحضروا حالهم نفسيا من هلأ للامتحانات الرسمية. إذا بدنا نبلش من هلأ نعيشهم بأزمة نفسية إذا في امتحانات ولا ما في امتحانات، منكون نحنا ما عم نقوم بمسؤوليتنا وما عم نقوم بواجباتنا. من هون خلي يتقبل مني معلش مش وقت نعمل مزايدات بموضوع سلسلة الرتب والرواتب. وزير الداخلية نهاد المشنوق يعرض بصور عملية التمرد في رومية ويشرح تفاصيلها ويؤكد أن لا عودة إلى ما كانت عليه الأوضاع في السابق. في مؤتمر صحفي خصصه وزير الداخلية نهاد المشنوق للحديث عن أوضاع السجون والتمرد الذي حصل في رومية مؤخرا، أشار فيه إلى أن قدرة استيعاب السجون هي 2500 سجين بشكل عادي، فيما يوجد 7800 موقوف وسجين، منوها بقرار الحكومة الأخير ببناء سجن مناطقي يتسع بشكل طبيعي لنحو 800 سجين. أما البداية فكانت بهذه الصور منذ لحظة بدء التمرد وصولا إلى إحراق الغرف وتكسيرها واحتجاز العسكريين. أخذوا المفاتيح وبلشوا يفتحوا أبواب الزنزانات ويكسرون بسبب عن طريق المفاصل لأنه الباب نفسه ما بتكسر. هون بلشوا يحضروا حالهم لتوسيع عملية الشغب والاستيلاء على السجن مثل ما شايفين. هو الكياس أكل بعتقد مش هيك؟ هذا اللي لحقينه عسكري من قوى الأمن. هلا بتشوفوا اللطافة اللي بيعملوه فيها. هون عم بيضربوه ويدعسوه وينقلوه ليحطوه مع رفقاته. هذا العسكري بعد ما شلحوا ثيابه. هذه بواب الحديد اللي نقال انه العسكريين دخلوا على المساجين على الغرف المغلقة. ما في ولا باب حديد، في 171 باب حديد انشالوا من المفاصل ونرموا برا. هذا تكسير كل شيء موجود، كل شيء تعبنا عليه، كل شيء شحدنا بسببه، كل شيء ترجينا لنرمم المبنى. هذه النتيجة. هذه الاحجار اللي تكسرت لا يضربوا فيها العسكريين ويضربوا فيها. هذا المستوصف الميداني اللي أنا شحدت من كل أصحابي لأعمله كلف 196 ألف دولار بإشراف الصليب الأحمر شخصيا. بالتفصيل الممل أنا حكيت مع السيد جورج كتاني ليشرفوا على بناء مستوصف لست مرضى، ست أسرة. هذه النتيجة المستوصف اللي بده يعالجهم. هاي هلا بتشوفوا عناصر الأمنية اللي شاركت شو الإصابات اللي صابته. هذا حريق من درجة تانية، في اثنين درجة حريقهم من تانية بسبب رمي النار عليهم. هلا السجناء حسب تقرير 14 طبيب من قوى الامن وقال المشنوق إنه بعد فشل المفاوضات مع المساجين للإفراج عن العسكريين والتي تدخلت فيها مرجعيات سياسية ودينية أخذ القرار بدخول المبنى. إيه ما رح أسمح أنا بتكرار المبنى به ولا بإدارة السجن للمساجين مهما كلفت، بعملية أولى وبعملية تانية وبعملية تالتة. في الموضوع الإنساني، موضوع الإنساني واجباتنا، صحيح واجباتنا كحكومة واجباتنا كوزارة الداخلية. عملت أنا اتصالات يعني واجتماعات مع اللواء بصبوص ومع قضاة ومع معنيين ومع والعميد منير شعبان صار يطلع يوم ايه على رومي على المبنى بيه ليتأكد انه الترميم بينتهي بوقته. وفعلا
انتهى، حينتهي الترميم خلال ايام قليله وننقل المساجين لظروف احسن بكثير من اللي هن فيها. ولكن اداره السجن من الداخل ومسؤوليه السجن توقع على الدوله وعلى وزاره الداخليه، مش توقع على السجناء، ولا بيوقع علينا انه نسمح او نسهل انه يكون في غرفه عمليات مره اخرى لعمليات ارهابيه بالسجن. في اجراءات رح تتخذ باعاده النظر بطريقه اداره السجن من قبل العسكريين والضباط لانه مش كل يوم الثاني بننتظر مشكل بمبنى. محاكمات واصدار الاحكام مش يعني فضل خاص للموقوفين الاسلاميين. بتلاقي لك انا في 60% من الموقوفين، 60 على 3000 يعني 1800 هول مش موقوفين الاسلاميين، لسه ما صدرت بحقهم احكام. وفي رد على سؤال عن الخطط الأمنية قال وزير الداخلية إنها تستكمل تدريجيا. سلاح حزب الله في اتفاق على طاولة الحوار بين كل القيادات السياسية، وقت اللي كان رئيس سليمان الله يوجه له الخير يترأس طاولة الحوار، بأنه هذا السلاح جزء من استراتيجية الدفاعية. وأكد المشنوق أن هناك إجراءات ستتخذ لإعادة النظر في طريقة إدارة سجن رومي والأولوية لإعادة الأمن وحماية العسكريين مع السعي تدريجيا إلى تحقيق مطالب السجناء وحفظ كرامة العسكريين. احتجاجا على الأضرار الصحية والبيئية التي يتسبب بها مكبح برلين جراء الانبعاثات السامة الناتجة عن اشتعال النفايات، عقدت فعاليات جبيلية مؤتمرا صحفيا في محيط المكب شارك فيه نواب المنطقة وناشطون بيئيون. اللي بنطالب فيه اليوم أولا هو فتح تحقيق شامل بالموضوع لتحديد المسؤوليات. اثنين، حصر المكب بالنفايات المنزلية فقط، وهون قدامنا ورانا دغري نفايات صناعية كلورينيتد، نفايات فيها مادة الديوكسين اللي هي من أخطر المواد المسرطنة بالعالم، هيك صنفتها مش في كلاب منظمة الصحة العالمية. هاي النفايات صارنا سنين نداعي انه هالمكب ما يستقبلها. نحن لمعرض المكب عرض انه يكون للنفايات المنزلية فقط لقضاء جبيل، لكن مش صحيح عم بيكون للنفايات المنزلية، عم بيكون كمان للنفايات الصناعية، وهذا هاجسنا الأكبر. وتلويث المياه الجوفية بيجي من هودي. اليوم صار في فسخ عقد، اتحاد البلديات طلب فسخ العقد مع الشركة المشغلة. ما رح فوت بالتفاصيل لأنه أكيد كل جهة وكل طرف بيعتبروا أنه الحق معهم. اليوم صار النزاع أخذ الطابع القانوني، وزارة البيئة ووزارة الداخلية حاطين إيدهم على الملف لأنه هن المعنيين مباشرة بهذا الموضوع. لكن بدي أقول نحن كنواب سنواكب ونتابع هذا الملف للآخر، وبوعدكم انه مثل ما قالت فيفي ولا ذرة نفايات رح تجي من خارج القضاء الى قضاء جبال. هالمطمر هذا عم بيسرب غازات سامة جدا، وما بنعرف شو مفاعيلها المستقبلية. هذا الخطر انا بعتبره خطر بيئي اساسي، وهذا خطر يعني ما في طارئ اكثر منه بمجلس الوزراء برأيي. وهذا طبعا بكل المناطق اللبنانية موجود، بس نحن هون بحبالين صلنا 20 سنة أكثر يمكن ست في عم نعاني، وهيدي المعاناة صار لازم. نحن كتير أوادم بمنطقة جبال، بس بالآخر لا رح نبلش نسكر طرقات، يعني ما هيك سمو يعني ما هي خلص ما في. صيادو العريضة يناشدون حل أزمتهم وإنشاء سنسول لحماية مراكبهم من الأمواج العاتية. احتجاجا على عدم تنظيف السنسول البحري ما حال دون تمكنهم من وضع مراكبهم في مكان آمن، نفذ صيادو الأسماك في منطقة العريضة الشمالية اعتصاما طالبوا فيه بحل لأزمتهم، لا سيما بعد هبوب رياح عصفت بمراكبهم وأدت إلى تحطمها وتوقف مصدر رزقهم عن العمل. شو بدنا نعمل؟ وين نروح؟ نروح على سوريا يعني؟ إذا أنا على سوريا، سوريا الإخوان السوريين بيستقبلونا، بس نحن لبنانية بدناش دولتنا، ما بدناش اي دولة يعني. النهر مسكر، ما في حدا عم يفتحه، لا مسؤول ولا ابدا، وشوفت عينك تربيتنا يعني. صار لنا شهرين نطالب فيه،
ما حدا عم يطلع فيها يا اخي. بدنا ناكل ونشرب، اذا ما صفينا الانشاد بالبحر منين ناكل ونشرب؟ كل واحد عنده كيف متعيش. والله عم نموت من الجوع، والله ما في اكل ببيوتنا يا عمي، الله وكيلك. وناشد الصيادون الدولة والمعنيين تسوية اوضاعهم ملوحين بتحرك تصعيدي ما لم يعالج الامر سريعا. بعد ايام تحت الانقاض، الشاب النيبالي ريتشي خانال يعود الى الحياة. بعد ارتفاع عدد القتلى في النيبال الى حوالي 5500 قتيل، كان انتشال الشاب ريشي خانال من تحت الانقاض كبصيص امل في واحدة من اخطر الكوارث التي ضربت النيبال. خانال قضى نحو 4 ايام تحت انقاض مبنى في العاصمة النيبالية كاتموندو. قضى خانال كل هذه المدة وبجواره 3 جثث من دون اي طعام او ماء. كان خانال في الطابق الثاني من المبنى المؤلف من 7 طوابق عندما وقع زلزال النيبال الذي بلغت قوته 7.9 درجات. وبعد سماع صيحاته سارعت فرق الانقاذ الى الحفر في الركام بالمثاقيب الكهربائية للوصول اليه. وبعد 5 ساعات من العمل تمكنت فرق الانقاذ من انتشال خانال واسعافه الى المستشفى. وقال الاطباء ان حالته حرجة بعد ان انكسرت ساقيه وتراجعت نبضات قلبه نتيجة وجوده تحت الانقاض لنحو 4 ايام. عمليات انقاذ خانال لا تغير في واقع 8 مليون شخص تضرروا من زلزال النيبال، ولا في واقع الظروف الصعبة التي تعمل فيها فرق الانقاذ بحثا عن الاحياء تحت الانقاض في كاتموندو. ظروف صعبة وتجاهل دولي دفعت بالأمم المتحدة الى توجيه نداء عاجل لمساعدة الناجين من الزلزال، تزامنا مع تراجع مخزون المؤن الذي يطال اكثر من 1.4 مليون نيبالي بحاجة ماسة الى الغذاء، وهو الأمر الذي بدأ بإثارة الغضب ونقمة السكان الناجين من الزلزال. أهلا بكم من جديد. اتحاد المقعدين مجددا إلى الشارع للتذكير بمطالبهم. مجددا وفي أقل من 4 أشهر حركة الإعاقة تنزل إلى الشارع، وهذه المرة من أمام السراي الحكومي. دعوة اللي عن جد صرنا عم نمل بس نقولها، يعني دعوة لهؤلاء قاعدين بالمجلس اللي يمكن عم بيشوفونا يمكن مش شايفينا مش معبرين. دعوة جديدة وهنضل نطلع الصوت انه عيب عيب عيب، هذا القانون صاروا 15 سنة بالحد الأدنى 1% 5% منه ما تطبق. طيب شو النفع الشعار بيقولوا لنا عنه؟ عاقة طاقة إذا أهمل وعاقة إذا أهمل. طيب إذا أهل وأهمل شو استفدنا من العملية؟ جايين تنذكر، جايين تنذكر إنه إحنا طاقات موجودة بهالبلد مثل كل المجتمعات. المجتمع المدني بتلاوينه المختلفة شارك أيضا في هذه التظاهرة. لازم نعمل تكتل شعبي كبير يطالب بكل الحقوق ويضغط. اليوم القانون 220 على 2000 من 15 سنة تم إقراره ولحد هلأ ما تنفذ، ولا 3% من المؤسسات العامة أو الخاصة بلبنان بتقبل توظف أو عم بتوظف. قانون السير الأخير لم يلحظ كمان احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، فمن هون نحن جينا اليوم نطالب ونقول انه ذوي الاحتياجات الخاصه بلبنان هن مواطنين. جينا كمان باسم طلاب اعلام جروب من الجنوب لحتى نتضمن مع المقعدين ونوقف معهم لحتى يطالبوا بحقوقهم. تطبيق القانون 220 على 2000 ابرز المطالب التي كررها المعتصمون خلال هذه التظاهره، مع غياب دور الوزارات في تنفيذ قانون اقر منذ 15 عاما. وجينا لان ممنوعون من استخدام الطرق والارصفه. تخيلوا لا طرق ولا أرصفة، حتى عم نطالب بأدنى من أدنى الحقوق. ممنوعون من دخول المرافق العامة والخاصة، وتخيلوا ولا وزارة اليوم بعدها معترفة انه لازم تحط على مدخلها موقف للأشخاص المعوقين. إشارة إلى أن هذه التظاهرة تأتي ضمن سلسلة تحركات يقوم بها اتحاد المقعدين اللبنانيين مع مجموعة من جمعيات الإعاقة من أجل تطبيق قانون أقر ولم يحترم. ناصر بلوط، قناة الجديد. في طرابلس انتخب المهندس عامر الرافعي رئيسا لبلدية طرابلس خلفا لنادر غزال الذي قدم استقالته من منصبه الأسبوع الماضي. الانتخابات جرت بحضور محافظ الشمال رمزي نهرة وعشرون عضوا من أصل 24، حيث فاز الرافعي كرئيس جديد للبلدية ب19 صوتا وورقة بيضاء. وللمناسبة جرى احتفال واستقبال حاشد للرافعي في البلدية.
نفى حزب الله في بيان ما تداولته بعض وسائل الإعلام وما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول المجاهد مشهور مسعود شمس الدين، مؤكدا أن شمس الدين لم يكن يقاتل في القلمون ولم يستشهد في سوريا، وإنما في جنوب لبنان حيث تعرض لحادث أثناء قيامه بواجبه الجهادي. نحييكم من جديد. في الرياض بايع السعوديون بعد صلاة العشاء أمس في قصر الحكم الأمير محمد بن نايف وليا للعهد، والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وجاءت البيعة عقب إصدار الملك السعودي فجر الأربعاء 25 أمرا ملكيا قضى أولها بعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه واختيار الأمير محمد بن نايف وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ورئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية. وكان الأمير مقرن بن عبد العزيز في صدارة المبايعين. وبعد مراسم البيعة زار الملك سلمان الأمير مقرن في قصره في الرياض برفقة الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه إذا وقعت بلاده اتفاقا مع الدول الست الكبرى فإن كل العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية سترفع بسرعة، ولا يمكن للكونغرس الأمريكي أن يوقف ذلك، معلنا أن عملية صوغ الاتفاق النهائي بدأت فعلا أمس وستتواصل يوميا إلى حين إنجازه قبل الموعد المحدد في 30 من حزيران. ظريف وفي حوار مفتوح في جامعة نيويورك بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والخبراء في الشؤون الإيرانية والأمريكية والعلاقات الدولية قال إن الرئيس باراك أوباما سيضطر إلى وقف تطبيق العقوبات بعد أيام من توقيع أي اتفاق بين مجموعة 5+1 في مجلس الأمن على برنامج طهران النووي، وعندها عليه أيضا أن يجد طريقة لرفع العقوبات التي فرضها الكونغرس في غضون أسابيع. في الولايات المتحدة تواصلت مسيرات الاحتجاج على عنف الشرطة في مدن أمريكية عدة من نيويورك إلى دنفر الأربعاء، وانتهت تظاهرة ضخمة في بالتيمور سلميا بعد يومين من أحداث شغب أثرتها وفاة شاب أسود متأثرا بإصابته أثناء احتجازه من قبل الشرطة في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند. وأعلن متحدث باسم شرطة نيويورك أن أكثر من 60 شخصا ألقي القبض عليهم مع خروج المحتجين في مجموعات منفصلة إلى شوارع مانهاتن، ما أدى إلى تعطيل المرور في عدد من المناطق. المشنوق يعرض بالصور تمرد الإسلاميين في سجن رومية. ما رح اسمح انا بتكرار المبنى بي ولا بإدارة السجن للمساجين مهما كلفت. نواب وفاعليات جبيل ينتفضون على مكب حبلين. نحن كتير اوادم بمنطقة جبيل بس بالاخر لا رح نبلش نسكر طرقات، يعني ما هيك سيمو؟ صيادو العريضة في مهب الريح. والله عم نوص من الجوع، والله ما في اكل ببيوتنا يا عمي، الله وكيلك. 5 أيام على زلزال نيبال، انتشال شاب على قيد الحياة من تحت الأنقاض. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.